السلام عليكم يا جماعة، عايزة اتناقش معاكم النهاردة في حاجة مش عارفة اتكلمت معاكم فيها قبل كده ولا لأ، بس عايزة ناخد وندي مع بعض كده. يعني عايزة الفيديو ده يبقى فيه آراء مختلفة. هو ليه ما ينفعش الست الزوجة تغضب في بيتها اللي هو بيت جوزها؟ يعني ليه لما نحس ان احنا عندنا لود زيادة واعصابنا محتاجة ترتاح، ليه لازم لما تيجي تتكلم مثلا مع حد تقول له والله انا اعصابي تعبانه شويه، او مع باباك مع اختك مع اخوك، خلاص سيب البيت وتعالي اقعدي معانا شويه؟ ليه يعني انا بحس او بلاقي او معظم النماذج اللي حواليا يا الاهل بيبقوا هو ده الحل الوحيد عندهم، يا الزوج ما عندوش اوبشن التعامل مع زوجته وهي مثلا زعلانه. يعني انت قاعده في بيتي، فانت مفيش حاجه اسمها تغضبي وانت في بيتي، عايزه تغضبي روحي عند باباكي ومامتك. يعني اللي هو انا عايزه الاقي تعبير يوصف. ليه ما بتسمحوش بان الست ترتاح وتريح اعصابها في جوزها؟ هلاقي واحده او واحد يقول لي ايه ما هي لو اعصابها تعبانه من البيت ما تروح تغير الجو. احيانا احنا كستات بنبقى اعصابنا تعبت من ايه، يعني ممكن خلاف ما بيننا وما بين الزوج، وده وارد اكيد طبعا، كلنا بيحصل بينا خلافات. ممكن تعبت مثلا من مسؤولية البيت، عايزة اريح نفسي شوية، اقعد في البيت كأني مش موجودة، اقفل عليا اوضتي، لو بتفرج على التلفزيون اتفرج على التلفزيون، لو قاعدة ماسكة الموبايل براحتي مفيش مشكلة، عايزة اريح نفسي، عايزة ارتاح. لما اخد شنطه هدومي واخرج بره بيتي انا فتحت مجال لسيل من المشاكل مش هينتهي. انا مقتنعه جدا من اول جوازي وانا مقتنعه ان لو سبت البيت يوم، مع انها حصلت، عايزه اقول لكم بقى علشان يعني الواحد لما بيحب يتكلم بيتكلم في الجوانب كلها. في اول جوازي حصلت مشكله بيني وبين زوجي، وبعدين انا ساعتها المشكله كبرت قوي، كلمت بابا، فبابا صمم ان انا امشي معاه. يا بابا انا مش همشي، يا بابا مش هينفع امشي، فصمم ان انا امشي معاه. طبعا انا ما كانش ينفع اكسر كلمه بابا، فرحت معاه وجيت بعدها بيوم، كان تقريبا السبت او تقريبا الجمعه بالليل، جيت السبت، جيت لحد الصبح، قعدت يوم واحد كنت بكلم زوجي على فكره في التليفون، مفيش اي مشكله. مرة تانية بقى لأ، دي بقى أنا حصل كان عندي مشكلة كبيرة، ولغاية دلوقتي على فكرة أنا ما تكلمتش فيها مع حد، يعني الناس اللي اتدخلت فيها ما تكلمتش فيها مع حد، ودي المرة الوحيدة اللي ما كانش ينفع أتواجد في بيتي خالص. طبعا مش ينفع أقول السبب، وساعتها انا كنت فعلا مصممه ان انا خلاص انا مش هينفع اكمل اصلا بيتي ايه، انا مش هينفع اكمل اصلا الزواج، انا لازم انفصل. ودي ما كانتش غضبه، انا ما كنتش غضبانه مثلا، لا ده كان قرار هنفصل، يعني هنفصل. فده في الاربع سنين اللي فاتوا يعتبر انا ما عملتش كده غير مره، ما كنتش غضبانه، لا ده انا كنت مصممه ان انا انفصل. وبرضه ده مش صح ان انا مشيت، لا ده انا كنت تحت تاثير ضغط جامد وضغط خارجي، وانا ما كنت لوحدي، وما كانش ينفع ان انا ابقى يعني وضع كده وضع خاص. فليه لما انا مثلا اكون انا كرانه، يعني انا اعصابي تعبانه النهارده مثلا، او بقالي فتره اعصابي تعبانه مش قادره اتعامل مع زوجي، في تراكمات بيني وبينه، في تنشانه، في اي حاجه، ليه ما ينفعش اقعد في بيتي ما اتكلمش معاه، اقعد براحتي مع نفسي؟ غضبانه، انا مش غضبانه، قاعده بريح اعصابي، انا مش عايزه اتكلم مع حد. ليه لازم الزوج، انا مش بتكلم على جوزي، انا بتكلم عامه بقى، ليه الزوج العربي عامه او المصري خاصه، انت قاعده في بيتي فانت تطبخي وتكنسي وتغسلي ومفيش حاجه اسمها ما تكلميش وما كلمكش. يعني انا بلاقي ناس كتير قوي بيشتكوا من الحته دي، لما تيجي تقول لي انا عايزه اغضب اقول لها لا اوعي اوعي تسيبي بيتك اقعدي، بتقول اصل هو ما بيدينيش الفرصه، هو لازم ادام قاعده لازم اعمل واسوي، مفيش حاجه اسمها اهدي اعصابي. والاهل برضو عايزه اقول لكم برضو، يعني انا لو زعلانه مثلا من حاجه واتكلمت مع بابايا فهيقول لي خلاص تعالي اقعدي، يعني انا طب بغض النظر عن حتة ان احنا نهدي اعصابنا،
في مشكلة بيني وبين جوزي مثلا، كلمت ابويا او اخويا، ليه اول حاجة بتيجي في دماغكو يا رجالة يا ناس يا كبيرة تقولوا سيبي البيت وتعالي، او تقولوا للبنت الزوجة سيبي البيت وتعالي؟ طب ليه ما ينفعش ان انا لو ليا حق يجي لي وانا في بيتي؟ ليه لازم اشحطط نفسي واخد شنطتي وامشي؟ يعني ليه؟ ليه ما ينفعش تيجي تقول لي حقك هيجي لك وانت في بيتك؟ ده لو بتكلم لو راجل مثلا قل ادبه على زوجته وتطول عليها، شتم، ضرب، عمل اي حاجه، ليه ما يجيش حقي وانا في بيتي؟ ليه لازم اخرج؟ طب ليه هو ما يخرجش؟ ليه ده انا اللي بتخرج من البيت دي؟ يعني هي عامله جريمه؟ عامله غلط؟ الموضوع ده معصبني جدا. وانا معايا في حياتي الشخصيه لو جيت احكي مثلا لاخويا حاجه، واول حاجه يقولها لي خلاص يعني تعالي عشان الموضوع نعرف، طب ما نحله في بيتي، طب ما الموضوع ان هيتحل في بيتي. ما هو لو زوجي عايز يمشي او انت عايز تمشي زوجي، ده لو الموضوع يمسني يعني او الموضوع شخصي خاص بيا، طب ما يطلع بره، هو ده بيتي. يا جماعه انا عايزه، لا مش عايزه، انا بتناقش معاكم. يمكن انا غلط، يعني يمكن انا تمسكي او انا بقول للستات تتمسك ببيوتها لغايه اخر لحظه ده غلط، وفعلا في ستات كتير غضابه بتجيب نتيجه مع ازواجها مثلا انها بتضغط عليه انها تسيب البيت. انا مش حاسه اصلا، لو حطيت نفسي ان انا راجل انا مش حاسه ان ده صح. طب سوري في اللفظ، مضغور في داهيه، يعني انا هعمل لها ايه؟ ما بقتنعش بحتة الغضبان دي خالص، ودايما حاطة في دماغي ان او عايزة او بحاول لو ليا حق يجي لي وانا في بيتي، لان انا ليا حق، انا مش غلطانة عشان اخد شنطتي واطلع بره بيتي. يا جماعة افهموا، انتوا فاهمين وجهة نظري ولا انا مش فاهماها ولا مش عارفة افهمها لكم ولا ايه؟ فخلاص الموضوع يا بنت الناس، طلوعك من البيت مش هيحل حاجة. هتطلعي من البيت اعرفي انك عمرك ما هتدخلي زي ما طلعتي، لا مشاعرك من ناحيته ولا هو جوزك مشاعرك من ناحيتك هتبقى زي ما هي. الموضوع ممكن يتفاقم ويكبر، الاطراف الكتيره اللي بتدخل في المواضيع ما بتحلش زي ما بتفك. حاولي تعملي قانون لنفسك، انا هقعد في بيتي مش هخرج، عايز تخرج اخرج انت، يا اما انا هقعد في بيتي وملكش علاقه بيا. طلع من الناس السيئة اللي لا هتقعدي في بيتي يعني تعملي وتسوي، روقي لبيتك واعملي اكلك لعيالك ولنفسك وما تجنبيه، تتكلميش معاه علشان تتفادي المشاكل. اللي هو حد قليل الادب بقى، يعني لا في رجالة قليلة الادب، هو حد مش على خلق وقليل ادب، تبقى الكلمة على قد الكلمة وسيبك منه، كبري دماغك عشان ده بيتك في الاول وفي الاخر. لو حد المفروض يخرج منه هو اللي يخرج بره، مش انت اللي تخرجي بره. فانا كل شويه كده عامل لكم فيديو ان انت ما تخرجيش من بيتك، اوعي تخرجي من بيتك حتى لو انت عايزه تتطلقي، استني الموضوع لما يتحل في بيتك، لما تحصل زي ما بيقولوا قاعده او حاجه خلاص تبقي عارفه انك هتخرجي من البيت ده، مش هتدخليه تاني، مش بتاعك. لو عندك اولاد او حضنه وهو مفروض يجيب لك شقه، ما تخرجيش من بيتك غير لما يجيب لك شقه او هتقعدي في الشقه بتاعتك. مش حرب، بس دي انت ضمان حق عيالك، انت بتضمني حق عيالك. الراجل بعد الانفصال او وقت ما بيحس ان انت مش عايزاه بيتحول كليا، بيبقى شخص غير الشخص. كان بيبقى الاول عامل حساب حبك ليه، حبه ليكي، دلال اللي بينكو، العشره، مش عارفه ايه، لكن وقت ما بتقولي انا مش هكمل او مش عايزاه بيتحول الا من رحم ربي عدو. فالله يكرمك، اضمني حق عيالك، نفسيتك حاولي تظبطيها قبل ما تخرجي من البيت، رتبي نفسك ورتبي حالك وشوفي هتصرفي منين، وشوفي هو هيصرف على ولادك في الفتره اللي انت عايزه تبعدي فيها. وانا بقول لك ما تبعديش اصلا، بس انا بقول لك لو هتبعدي فالله يكرمك، بلاش تشحططي عيالك معاكي علشان مجرد. انا عارفه ان كرامتك ساعات بتوجعك، وعارفه ان في حاجات كتير بتدور في دماغك، بس فكري في اولادك مش كنوع من التضحيه، كنوع من العقل. خليكي عقله وفكري فيهم. السلام عليكم. استنوا قبل ما السلام عليكم تنسوش تعملوا سبسكرايب على القناه دي وعلى قناه رحرح. السلام عليكم.